بالنسبة لجرجير هو النبتة هذه ماذا بينا أن نذكر خطر بتبيع بشي يسمعونا معناتها الزملاء الصيادلة والأطباء يقولوا لهم معناتها النبتة هذه الاسم اللاتيني بتاعها هو ناستورسيوم لأنه احنا المرجع تاعنا ديما الاسم اللاتيني الاسم الفرنساوي كريسون في الشرق نسميوها قرة العين واحنا هنا البذور تاعها نسميهم حب الرشاد البذور لأنه هي نبتة تشبه ياسر السلك بتاعنا صح. وهي تتبعت وولت كانت قبل ما هيش معروفة ياسر في تونس وتوا بشوي بشوي تعرفت ولت نلقاوها في الأسواق بتاعنا وفي المرشي ولت معناتها الناس استنسوا بها واللي يعرفوها لأنه هذه نبات معمر ينبت على ضفاف المجاري المائية والسواقي معناتها يحب الماء بتاعها والأرض الخصبة الأزهار بتاعه بيضاء وعلى شكل عناقيد. بالنسبة في الطب بصفة عامة والصيدلة بصفة أدق نستعملوا الأوراق الغضة اللي توا الناس ينجموا يستعملوها وياكلوها سلطه كيما نجموا نستعملوا النبته كامله كيما نجموا نستعملوا البذور بتاعها وكذلك الزيت النباتي اللي هو توا ولا موجود بكثره في تونس ومطلوب وتوا نشوفوا الفوائد بتاعه وان شاء الله نكونوا افدنا الساده المستمعين ان شاء الله. هو قال لك كاس المونجي يعني خلينا نزيد نفسره شويه هي تشبه ورقه السلق لكنها جويده وعندها فورم هكا شويه على ورقه السلق واسس المونجي السلق ولكن جويده كي وكل حتى الازهار تاعهم بيضاء وعلى شكل عناقيد لا والله ويعرفوها راهو توا برشا برشا ناس ولا انا عملنا لاحظت لي كونا عرفوها بارشا لأنه طوى في الخليج تلقاها معناتها موجودة بكثرة بكثرة كبيرة وتلقاها في الأسواق. احنا في تونس كي مش نشوفوا الفوائد هذه مش نشجعوا حتى الفلاحة باش يهودوا يزرعوها لنا ويوجدوها في الأسواق لأنه فيها منافع كبيرة كبيرة ياسر. نبدأوا أول حاجة بالمكونات الطبية بتاعها كي نعمل تحاليل تاع النبتة هذه باش نلقاو فيها أول حاجة غنية جدا تصور معناتها جدا بالكالسيوم. نقولوا بالكالسيوم هذه تذكرنا مش الكالسيوم اللي يجي هو كالسيوم سريع الامتصاص بيو ديسبونيبل ناهيك اللي 100 جرام 100 جرام من الجرجير نلقاو فيه 200 ملي جرام من الكالسيوم وهذا يذكرنا بغلة أخرى اللي هي الصيفية اللي هو الخروب. الخروب زاد كذلك خاطر احنا كي نقولوا كالسيوم أول ما يتبادر للذهن نخمو في الحليب ومشتقاته لا هنا نلقاو مثلا الجرجير غني ياسر بالكالسيوم وكذلك الخروب نلقاو غني ياسر بالكالسيوم وكذلك الجرجير نلقاو فيه الفوسفور نلقاو فيه الحديد نلقاو فيه الكويبر الزنك والنحاس نلقاو فيه اليود نلقاو فيتامينات اغلب الفيتامينات وخاصه فيتامين ا وفيتامين مجموعه ب وكذلك نلقاو ماده كبريتيه هي سلفو ازوتي وتنشوفوا المنافع الكبيره بتاعها. بالنسبه للاستطباب معناتها شو نقولوا لشنو صالح الجرجير شوف احنا كنا ننظر للمكونات بتاعه نلقاوه معناتها ناجعه كبرى في هشاشه العظام وتعرف هشاشه العظام هذه الاوستيوبوراز نسميوها ولي كومبليكاسيون تاعها اللي هما التعكرات تاعها خاصه هي الكسر. والنبته هذه نجموا نستعملوها اتيتر بريفونتيف ولا كوراتيف هو وكذلك للعلاج موجوده عند برشا خاصه عند النساء هشاشه العظام معروفه بها اكثر النساء تبدا تظهر هذه هشاشه العظام وهذاك علاش احنا معناتها ناكدوا على الساده المستمعين وخاصه النساء اللي يبداوا يشكيوا بك الاوجاع اللي في الجسم كامل وعلى كامل الهيكل العظمي لابد باش يتفقدوا رواحهم ولابد باش يعملوا صور معناتها معينه ولابد باش يعملوا تحاليل على الفيتامين دي وبالتالي معناتها نكونوا معناتها نقصنا من تعكرات ولا من لي كومبليكاسيون بصفه عامه تاع الاوستيوبوروز اللي هي هشاشه العظام. كذلك معناتها الجرجير هذا صالح لاعاده الاملاح المعدنيه في الجسم سواء كان في الصيف واحنا تو في فصل الصيف بعدك حالات التعرق المفرط اذا مودي عنك الاملاح احنا هنا شفنا فيها الاملاح الكل دونك ترجع لنا الاملاح ولا اثناء المجهود البدني الناس اللي يعملوا كل المجهود وخاصه الفلاحه توا هم على موسم الحصاد. كذلك نلقاو معناتها اللي الجرجير هو فاتح للشاهيه يقول نحطوه بكثره في السلطه وهو مقصوص كيما المعدنوس نقصوه كيما المعدنوس وناكلوه يحل الشاهيه. كذلك هو منشط ضد الوهن والارهاق الناس اللي عندهم التعبك الارهاق والكلاسيتود ينجموا يستعملوه كما قلنا هو غني بالفيتامين سي ينشط وينحي التعب. كذلك برشا دراسات ظهروا اللي هو يحسن وظائف المناعه وما تعرف ما ادراك من المناعه وقيمتها عند الصغيرات خاصه وعند الكبار هو على خاطر هو غني بالمنغنيز والكويبر ومعروفين هذوما ينشطوا المناعه الخلويه الليمينيتي سيلولير. كذلك هو غني بالحديد وهذه حاجه مهمه جدا والفيتامين بي ناس اللي هو الاسيد فوليك وكذلك الفيتامين سي وهذوما الثلاثه معناتها من احسن ما ثم باش معناتها فيش يصلحوا لنا اكل النقص وفقر الدم.
كذلك نبتة الجرجير. وعلى ذلك علاش مازلنا نقولوا برشا حاجات مهمة، وهذا باش السادة المستمعين يستفادوا، هو كونه مطهر للكلى والمجاري البولية، عندهم أنيفيدو دريناج مطهر للجسم. كذلك معناتها كي ناكلوا معناتها النبتة هذه اللي هي الجرجير، نلقاو اللي هي مدر للصفراء كولاجوج، وهذا المنفعة بتاعه هو ينحينا كالديسكينيزي بليير مثلا البخل تاع المرارة، وينشطلنا عملية الهضم. تعرف لك الكليتوب الديسبتيك ينجر عليهم كما قلنا للأخت بكري، أكل غازات وكسوء الهضم. فمني إذا معناتها النبتة هذه نلقاها مهمة جدا لأنها تنظف الكبد. نعم. كذلك القناه معناتها في بعديد الاستعمالات هو في التهاب القصبات الرئويه، لانه معناتها يخرج لنا البلغم، خاصه الناس اللي عندهم البرونشيت كرونيك واللي معناتها عندهم ديما البلغم، ولا اللي عندهم دي دي بي ديلاتاسيون دي برونش، ويعرفوها الساده المستمعين. نعم. لانهم شيء هذا ولا معروف. كذلك الاوراق غذا نستعملوها ضد نزيف اللثه، الناس اللي عندهم اللغب بتاعهم يبدا يجري ساعات بالدم. نعم. اقل حاجه بالبروفادون يجري، هذاك النبتة هذه مهمة جدا لأنه فيها الفيتامين كا والفيتامين بي بي اللي تقوي معناتها الجدران تاع العروق، وفي نفس الوقت تكفف النزيف. نعم. كذلك معناتها الجرجير سواء كان نبتة كاملة ولا زيت، وقلنا للزيت بتاعها ولا موجود توا يتباع في الصيدليات ما فيش حتى إشكالية، يستعمل في حاجة مهمة جدا، وهذه السادة المشاهدين السادة المستمعين مش يعرفوا، اللي كونه كيجي شهر رمضان الفضيل باش يخموا برشا ناس باش يبطلوا الدخان، وإحنا نشجعوهم باش يبطلوه من توا الدخان. نعم. اذا معناتها النقاو للنبتة هذه نبتة الجرجير، وخاصة الزيت بتاعها هو مهم جدا ينحي لك التسمم بمكونات السيجارة، خاصة النيكوتين. واذا هو نقولوا احسن علاج في فترة الاقلاع عن التدخين، كي واحد يقلع التدخين ينجم ياخذ زيت الجرجير. ايه؟ كريسون. كيفاش يستعملوا يعطي يعطينا كيفاش يستعملوه؟ كل يوم ينحي له التسممات وكل الديبندونس تاع النيكوتين. هي برشا هذه. نعم. كذلك بعض الدراسات، وهذه دراسات معناتها مخبريه، اثبتت مدى فاعليه الجرجير ضد الامراض الخبيثه، سواء كان في الامعاء، سواء كان في الرئه، سواء كان في الثدي. لانه اكل الماده اللي قلناها في الاول، قلنا فيها المواد فيها البخاره سلفو ازوتي، ثم انزيمة اسمها ميروزيناز، والساده الاطباء يعرفوها، اللي هي تطور لنا الماده اللي موجوده في الجرجير تردها ماده قويه وفعاله ضد الكونسير، وهذا شيء مهم. لكن الدراسة هذه باقي تو مخبرية، وإن شاء الله عن قريب ونشجع زاد حتى الباحثين باش ينجموا يتناولوها في دراسات أخرى إن شاء الله. كذلك القيمة معناتها اللي الجرجير هذايا عنده فاعلية كبرى ضد الشهوقة، الشهوقة هذه كان يقول ثم ناس في منطقة في تونس يقولوا الشهيقة، اللي هي بالفرنسوي يسموها هوكي، لكن الإنسان ديك الشهيقة هذه نخلطوها مع الترخون الاستراغون معناتها، ونجموا نعالجوا بها اكل الشهوقه ولا الشهيقه ولا الهوكي بالفرنسيه. هي موجوده ايضا عند السلمونجي، هي موجوده عند البيبي عند الاطفال، يعني نجموا يستعملوها البيبي ولا كان ما يكونش؟ ما نجموش نستعملوها البيبي. نعم. على خاطر فيها البردوي هذايا اللي قلنا سلفو ازوتي، ما نجموش نعطيوه للصغيرات. نعم. نعم. كذلك البذور بتاعها اللي هي حب الرشاد يعرفوه السادة المستمعين، اللي هو هذاك البذور بتاعها غنيه بالالياف لي فيبر اليمونتير، وكذلك غنيه بالاوميغا 3 دوريجين فيجيتال، فمني خاطر احنا نعرفوا الاوميغا 3 موجوده اما في البحر نلقاوها في السردينه، ونلقاوها معناتها كذلك في النباتات من جملتهم حبوب الكتان، ولا كذلك البذور بتاع الجرجير. كذلك معناتها الاستعمال الخارجي نجد كونه الجرجير غني بالبخاره ويساعدنا ياس، وهذا علاش نلقاوه في عديد المستحضرات الطبيه، يساعدنا اول حاجه على هكا هشاشه الاظافر، كذلك على تساقط الشعر، كذلك يعالج التعكرات تاع الجهاز التنفسي. يعني بالنسبه لتساقط الشعر السلمونجي، نعم السلمونجي، نعم. بالنسبه لتساقط الشعر يعني يستعمل منقوع الجرجير هو ما تمشيح ولا الاوراق خضراء؟ فيما يخص شنو؟ فيما يخص تساقط الشعر. يعطيك مليح سيدة حنان. فيما يخص تساقط الشعر قلت لك يستعمل منقوع ولا؟ نعم. يعطيك صح، احنا انا ما عاد مش نودوا السادة المستمعين مش نعطيهم وصفة. نعم. في اخر المطاف مش نجموا يستعملوه. نعم. كذلك عندنا في الاستعمال الخارجي معناتها النبتة هذه تنقول لك بعد في طريقة الاستعمال، نستعملوها ضد القوباء، القوباء هذه هي الارباس، الارباس هو اللي نسميوه احنا كالبوتون دو فيابر، يقول لك معناتها البرودة خرجت له على سير بفمه ولا بشفايفه. نعم. إذا هذيك نسميوه الارباس. كذلك نستعملوها بنجاعة للبشرة الدهنية، وكذلك حب الشباب، وتو نعطيوها وصفة في المشروع هذا. كذلك زيت الجرجير من أحسن الزيوت اللي نستعملوه للروماتيزم، وخاصة بمعية نباتات أخرى كي نذكر منها ملكة المروج الرانديبري، ولا نبتة الخطاف لاربا جوفيتوم.
معناتها كي نخلطوهم الثلاثه هذوما يعطيو نتيجه خارقه للعاده، خاصه في الارتروز واللي هي تولت معضله ويشكيو منها برشا اباتنا ابائنا وامهاتنا الكبار. كذلك عصير الجرجير، احنا وجينا تو للنبتة كي نعملوا العصير ناخذوا النبته تاعها خضراء ونعملوا لها عصير كيما نعملوا عصير اي نبته. عصير الجرجير يستعمل مع الطفل الاخضر، ناخذوا الطفل الاخضر وناخذوا العصير، لانه العصير هو فينا الماء، ما باش نخرجوا ماء من النبته الخضراء هذيك. ناخذوا مثلا زوز مغارف تاع ماكله عصير الجرجير، وناخذوا زوز مغارف تاع ماكله الطفل الاخضر، ونبدو نخلطوا فيه لين نتحصلوا على كريمه. هذا في شكل نعملوه في شكل قناع ماسك هو به ياسر يكلف ونمش. ونعرف هذا يوضع مشكله كبيره للنساء، اكل ميلازما انسان يقول لك عندي ديتاش بيغمونتير في وشي وعندك بلايص غامقين شويه، ينجموا ياخذوا عصير الجرجير ونخلطوه بالطفل الاخضر ونبدو نخلطوا فيه، ما فيهوش مقادير هو، لين نتحصلوا على كي كريمه. كريم نعم. نتحصلوا على قناع ونعملوه قناع على الوجه مده ربع ساعه ثم نغسلوا بالماء. ونجم نعملوه كل ليلة كذلك. وهذه حاجة مهمة جدا، الجرجير غني بالملونات الطبيعية لي كولورو ناتوريل. لي كولورو ناتوريل اللي نلقاوه في الجرجير هذوما غنيين بزوز مواد واللي عديد الناس يعرفوهم، هما اللوتيين والزياكزونتيل. المواد هذوما من أحسن المواد اللي هما يحميوا شبكة العين، ريتين. الناس اللي عندهم سي سي تي ولا ديابيتيك، اللي عندهم مرض السكري. كذلك يقوي النظر، كذلك يحمي من البياض، البياض في العين الكتاراكت. كتاراكت نعم. نعم، شوف معناتها المنافع الكبيرة. هي منافع كبيرة برشا، لكن سلمونجي لو تسمح ما عطيتنيش كيفاش ربما طريقة الاستعمال. حبيت نسأل، فما جرجير شايح معناتها نشريوه من الأسواق ولا مستحسن ناخذوا الجرجير الطازج يعني الأخضر؟ نعطيك كيفاش باش تستعمله. نعم. أول حاجة بالنسبة لطريقة الاستعمال. ناخذوا أول حاجة بالنسبة للصيدلية، موجود عندنا الصبغة، الصبغة هي التنتور. لو تمشي لاي صيدلي تقول له اعطيني الصبغه تاع الجرجير اللي هي تنتورمير دو ناستورسيوم، نلقاوها نافعه جدا لتساقط الشعر. معناتها يصير فيه باش واحد ياخذ غير فتاة قهوه كل يوم، يفرق بها الجلده الفروه تاع الراس كل يوم، وتعطيه نتيجه خارقه للعاده، خير من جميع الادويه اللي نعرفوهم ويعرفوهم الساده المستمعين اللي هي متداوله في الصيدليات. كذلك نفس الصبغه هذه اللي قلنا عليها واللي موجوده في الصيدليات، ناخذ 50 قطره ثلاث مرات في اليوم للاشياء اللي قلناها الكل، سواء كان للاوستيوبوروز هشاشه العظام، سواء كان معناتها للفقر في الاملاح المعدنيه. إذا كذلك عندنا الزيت بتاعه، الزيت موجود، زيت الجرجير هو قلت لك موجود، وعندنا معمل تونسي موجود في 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 وسط تونس معناتها في شير سوسه. نعم، يصنع الزيت، زيت الجرجير في الجمهوريه كامله ونافع جدا. كذلك نجموا نستعملوا استعمال داخلي وخارجي الزيت بتاع الجرجير، نجموا نخلطوه كميات متساويه مع زيت اللوز الحلو، ونعملوه معناتها باندويل فيجيتال حمام زيتي نباتي مره في الاسبوع. هذا باهي ياسر يرطب الشعر ويغذيها مليح، وباهي ياسر ضد تساقط الشعر. كذلك معناتها نعطيو وصفه زاده بالنسبه للساده المستمعين فيما يخص تساقط الشعر، نعرف لان هي معضله. ناخذوا 25 جرام من الزعتر، الزعتر معروف هو اوراق، نزيدوا 25 جرام الحريقه، الحريقه زاده موجوده ونلقاها في الاوراق تاعها، وناخذوا 25 جرام جرجير، اوراق الجرجير هذو الكل يكونوا جافين شايحين. شايحين نحطوهم في قدر 300 مليلتر الكول 90، معناتها هو الكول هذايا هو الكحول، الكول 90، مش نخليوه نقيع مده 15 يوم، معدل 15 يوم، لانه في الشتاء نخليوه 15 يوم، توقف كثير، معدل اسبوع يكفي. ثم نصفيوه هذاك وناخذوا منه معناتها كل مره معناتها نص مغرفه تاع قهوه ونفرك به الفروه تاع الراس. نعم، ومفيد للشعر هذايا. مفيد للشعر. يعطيك صحة سلمونجي، حطينا هكا عطينا حاجه نختموا بها ربما. نعم. للحوار. والله الحاجه الوحيده اللي نختموا بها هو كذلك الجرجير، ننصحوا به برشا في في حميه التنحيف، الناس اللي يعملوا الريجيم باش تعرف بالنسبه للمراه. يعرف شويه. معناتها النحافه وتحب الواحد، اذا نجمو نستعملوه هذا كغذاء، لانه اول حاجه ما نحبوش احنا كالريجيم سيفير، كان يعمل معناتها حميه قويه ياسر اللي ندر عليها نقص في الاملاح المعدنيه والفيتامينات ونقص في الحديد ونقص كذا، لا، تكون حميه معناتها مدروسه وعلميه. اذا كالناس يعملوا كالحميه تاع التنحيف، نجمو يستعملوا الجرجير لانه هو غناؤه بالعناصر النافعه وكذلك ضعف الزلاليات، وهذا علاش يخلينا معناتها ما نخسروش برشا معناتها املاح معدنيه وفيتامينات في جرعة أكل الحمية. نعم. نجم نقولوه للسادة المستمعين. سؤال في الكواليس، قالك اللي يكثر من الاستعمال ربما عنده
احنا نقولوا اي حد تكثر منها ماهيش باهيه معها بيت السؤال هذه لو تسمح بالطبيعه هو واحد مش باش يكثر منه يتكثر ممكن مش يستعمله يوميا ما فيش وخاصه الزيت بتاعه توقف موجود ياخذ مش قهوه كل يوم والا الاستعمال الخارجي ولا حتى كي ياكلوا في السلاطه كل يوم ما فيش حتى اشكاليه خاصه توا في فصل الصيف ما يخاف حتى من شيء بالطبيعه ديما ناخذ احتياطاتنا مش اكل الاكثار ياسر ياسر نعم واخر سؤال سي المنجي ديما نقول لك اخر سؤال الناس اللي ما يلزمهاش تستعمل الجرجير فماشي ناس ما يلزمهمش يستعملوها بالنسبه للبيبي قلنا ما يستعملوش شنو اخر البيبي شكون اخر ما يستعملوش الناس اللي عندهم قصور كلوي عندهم انسوفيزونس رينال المستحسن ما يستعملوش خاطر كيما قلنا هو معناتها مطهر للجسم ومنشط للكلى الناس اللي عندهم انسوفيزونس رينال من المستحسن ما يستعملوش الا بعد استشاره الطبيب واضح لا عليك سي المنجي